بالنسبة للنيرف سبلاي اوف ذا فيس، لازم تتذكر ما يلي: ان في سنسوري نيرف سبلاي للفيس وموتور نيرف سبلاي للفيس. الصورة دي بتوضح لنا السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس. فالفيس بياخد سنسوري نيرف سبلاي من الترايجيمينال نيرف، واحنا زي ما احنا عارفين الترايجيمينال ده عبارة عن 3 ديفيجنز اوف سالميك وماكسيلاري ومانديبولار. فالجزء الاصفر ده بياخد نيرف سبلاي من الاوفسالميك نيرف اللي هو برانش من التراجمة. الجزء الاخضر ده بياخد نيرف سبلاي من الماكسيلاري ديفيجن اوف ذا تراجمنال. الجزء الاحمر ده بياخد نيرف سبلاي من المانديبولار ديفيجن بتاع التراجمنال. الفيس كله تقريبا بياخد نيرف سبلاي سنسوري من التراجمنال، لكن الانجل اوف ذا مانديبول بتاخد نيرف سبلاي هنا هو من سيرفايكال 2 اللي هو جزء طبعا من جريت اوريكولار نيرف اللي هو طالع من سيرفايكال 2 و3. فده بيدي هنا الانجل اوف ذا ايه ماندبل. لما نيجي للاوبسالميك نيرف البرانشز بتاعته هنلاقيها واضحه: سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال. ادي سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال. في هنا بالبيبرال، ادي نيرف بالبيبرال، وده هنا ده الانفرا تروكليار اهو، ده الانفرا تروكليار وده الاكسترنال نيزل. خمسة برانشز دول طالعين من الاوبسالميك ديفيجن اوف ذا ترايزمنال: سوبرا تروكليار، سوبرا اوربيتال، وبعدين هنا ده بالبيبرال، وده انفرا تروكليار، وده اكسترنال ايه نيزل. اما نيجي للماكسيلاري نلاقي ليه اتنين برانشز كبار: زيجوماتيكو فيشال، وده طالع من الزيجوماتيكو فيشال فورامين اللي موجوده في السكال، وهنا ده انفرا اوربيتال، وده طالع من الانفرا اوربيتال ايه فورامين. لما نيجي للجزء الاسفل ده اللي هو سبلايد باي مانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمنال نيرف، تلاقي فيه هنا البكال نيرف، ده بكال نيرف طالع من المانديبولار ديفيجن، وهنا من المنتال فورامين بتاعت المانديبول في هنا منتال نيرف، يبقى ده بكال نيرف وده هنا ايه منتال ايه نيرف. طبعا كل الحاجات دي طالعين، كل دول طالعين من الترايجيمينال، والانجل اوف زمان دول دي طالعه بتاخد نيرف سبلاي من الجريت اوريكولار نيرف، ده الوحيده اللي بتاخد من السيرفايكال ايه نيرف اللي هو سيرفايكال 2 و3. يمكن ما نشوفش ده كله على البودي، بس انا بذكرك بيه، انما اللي هنشوفه فعلا اللي هم البرانشز الموتور نيرف سبلاي اوف ذا فيس. فالموتور نيرف سبلاي اوف ذا فيس هنلاقي هنا الفيشال نيرف، فيشال نيرف اللي هو سبع كرينيال نيرف اللي هو بيدي الماسلز بتوع الفيشال اكسبريشن، ده بيبقى موجود طالع من الستايلوماستويد فورامين ودخل جوه الباروتيد جلاند، يديني البرانشز الصفراء دي، ده تمبرال برانشز وده زيجوماتيك برانشز، وهنا ايه بكال برانشز، وهنا مانديبولار برانشز، وعند الانفيرور انجل بيديني السيرفايكال برانشز. كل دول برانشز اوف ذا فيشال نيرفز بيبانوا طالعين من الباروتيد جلاند ورايحين للماسلز اوف ذا ايه فيشال اكسبريشن او رايحين للفيس، ودول اللي هنشوفهم في البودي في الشرايح اللي بعد كده.